ايه اغرب موقف حصل لحضرتك مع بتاع الدليفري؟ موقف حصل معايا كان واحد ماشي في الشارع، كنت ماشي بزمر له، قال لي انت بتزمر لي، ده انا ماشي على رجلي وانت راكب موتوسيك. تاني يوم المكنه اتاخدت مني، الحكومه خدتها. ده كان اغرب موقف يعني. كنت دليفري ساعتها شغال، فكان في اوردر ساعتها في ارض الليو، فالزبون كان في الدور ال11 ومفيش اسانسير، عطلان والنور قاطع، وبيقول لي اطلع لي. فانا ساعتها قلت له والله مش هقدر، يعني انا اللي انا هقدر اعمله ان احنا مثلا ايه، هطلع لك الرابع، هطلع لك الخامس، وانت تنزل تجري، يبقى انت نزلت وانا في نفس الوقت طلعت لك نص المسافه. ما رضاش، رحت خدت الاوردر ومشيت. صاحب المحل قال لي انت ازاي، انت المفروض تطلع لغايه باب الشارع. قلت له احسبه كام كذا، قلت له خلاص هاخده انا البيت عندي. الدريفري الناس غلابه بصراحه الحقيقه يعني، والجماعه بتوع الدريفري دول شقيانين بصراحه الحقيقه. بس في حاجات بقى ايه بيعملوها، يعني مثلا ايه بيطلب زياده في الفاتوره، يقول انا جاي لك من مشوار بعيد، كلام من ده. في موقف البيتزا كانت معجنه مره، رحت متصل بيه ورجعته، قال لي انا ماليش ذنب، المطعم هو السبب. ده موقف برده حصل. الصراحه قلت له عاوز رز بلبن، جاب لي رز بالطماطم. مره طلبت اوردر فجاب لي الاكل، وانا بفتح الاكل لقيت الرز بويز، فرميت الرز، اتصلت عليهم شتمتهم، وبعد كده رميت الاكل وقلت لهم مش هاكل من عندك تاني. طلبت اوردر والاوردر جالي بعد ما جالي اللي غيته. طلبت الدليفري وجي، وبعد ما جه ما لقيتش ان انا معايا فلوس. هو لما طلبت برجر على الساعه 12 قال لي ما فيش.